يوسف عمره 3 سنين وعمل هاي اللوحة. بس هلا اليوم رح يعلمكم كيف تعملوها انتو كمان. يلا احضروا معنا الفيديو. انا يوسف وانا اليوم عملكم معكم ارض. شو الارض اللي بدك تعملي معهم ماما؟ فرجيهم. سيارة. هو جبنا له تيشو بيبرز وهلا شو عم تعمل فيهم؟ بتكعبلهم نكعبلهم يعملهم كتير صغار عشان فرجيهم اللوحة عشان بيلزقهم على اللوحة بالجلو ستيك. بس كبيرة. يلا فرجيهم اللوحة اللي بدك تلزق عليها ماما. هو بحب السيارات كتير يوسف. فإحنا رسمنا له سيارة ورح يلزق عليها وبدو سيارته لونها كحلي ورح يلزق السماء والشمس وبالآخر رح نفرجيكم كيف رح تطلع لوحة يوسف. يلا هلا بتفرجيهم كيف بدك تلزق. هاي لوحة يوسف. بس هيدا لوحة جلوستيك. اوكي. يلا نعمله. يلا. كويس وايت. ادينا. واو يوسف عم بدأت تبين لوحتك. ان شاء الله عجبكم الفيديو. بقولكم يوسف هلا يوسف بده يعلق اللوحة على المسمار هون بغرفته. بسألكم يعملكم فيديو تاني؟ اه هم بكتبوا لك بالكومنت اذا بدهم فيديو تاني. يلا شو بدك تقول لهم هلا؟ باي باي.